السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو يعني درس التمييز موجه للسنة الأولى بكالوريا علوم. أتمنى أن تكون الشاشة واضحة الآن بالنسبة للجميع. إذن بالنسبة لتعريف التمييز كما قلتم هو اسم نكرة منصوب يوضح كلمة أو جملة مبهمة قبله تسمى مميز، يعني تصلح أن يراد بها أشياء كثيرة. وينقسم التمييز إلى نوعين، تمييز ملفوظ وتمييز أو بمصطلح آخر تمييز الذات وتمييز الجملة. فتمييز الملفوظ يوضح كلمة، لاحظوا تمييز الذات يوضح كلمة مفردة واحدة مبهمة قبله ويسمى أيضا تمييز المفرد أو تمييز الذات. أما بالنسبة للتمييز الملحوظ يوضح الغموض في جملة قبله وهو يفهم من سياقها من غير أن يذكر فيها ويسمى أيضا تمييز الجملة أو تمييز النسبة. إذن نتفق على أن التمييز هو اسم نكرة جامد يحمل سمة النصب على المستوى الإعرابي، ومن حيث الدلالة فهو يزيل إبهام ما قبله عموما. وقلنا أنواعه، أولا سنتوقف عند تمييز المفرد. أكيد أنكم مثلاً تتذكرون ما درستموه تمييز المفرد من يقرأ إعدادي والابتدائي على يعني أسماء الكيل مثل القدح الريطل لتر، يعني أحدكم كل يقرأ ما يدل على المثال. السعة، واضح؟ كل الألفاظ الدالة على السعة. ثم لدينا المثال الثاني نعم ابتسام وهو تمييز تفضلي. الوزن. تمييز الوزن، التمييز وأعطينا اسم مثال: نكرة اشتريت جامد منصوب كيلو يزيل إبهامها. عنبا. أنواع، أولا كيلوغراما التمييز عنبا. المفرد. ومن أولا أسماء تمييز الكيل، يعني اشتريت الوزن هناك الكيلوغرام، مادة الجرام طحينة. إلى غير ذلك. ثانيا تمييز مادة طحينة. بالنسبة أيضا تمييز ثانيا تمييز الوزن، اشتريت للنوع كيلو الثالث وهو عنبا تمييز المساحة، عنبا هناك عنبا الفدان، هناك ثالثا الهكتار، تمييز المساحة، يعني بيت 10 أمتار وهناك أرضا. أيضا ما يشبه المساحة درسناها في رابعا القسم وأعطينا عليها مثال مثل مثلا مد البصري أمتار أرضا. هو رابعا مد البصري تمييز أرضا العدد، مثلا، فهذه تشبه المساحة رئيس طالبا وتدخل في واحدا. نطاقها أيضا. صمت ثلاثة صم ثم صمت لدينا ثلاثة أيام. التمييز درست عشرة العدد والعدد درست معروف، عشرة العدد المفرد طلاب. والعدد المركب تركيب مزجيا والعدد يعني نعم. المعطوف وألفاظ العقود. إذا ماذا تلاحظون بالنسبة للأمثلة أمامنا؟
إذن تمييز الكاهل وتمييز الوزن والمساحة، أعطينا بعض الأمثلة ورأينا كيف تكون من الناحية الإعرابية، هل هي منصوبة أم مجرورة أو غير ذلك. إذن تمييز الكيل والوزن والمساحة يجوز في إعرابه ثلاثة أوجه، أن يكون منصوبا، مثلا اشتريت جراما أو جراما ذهبا، أو أن يكون مجرورا بمن، اشتريت جراما من ذهب، أو اشتريت جراما من الذهب. بالإضافة عفوا، جراما ذهب. إذن بالنسبة لتمييز المفرد، ما لديه مشكل؟ ما لديه أي إشكال على مستوى هذا الدرس أو هذا الجزء من الدرس؟ هل هناك أي مثال توقفتم عنده مثلا أثناء المراجعة وصادفتم فيه إشكال معين؟ نعم مروة، بالنسبة إلى تمييز العدد، نعم، لو أحكام إعرابية خاصة لا يكون منصوب جوازا دائما، لأن العدد له علاقة خاصة مع المعدود. صحيح، ملاحظة جيدة مروة. حقيقة أنا أورد ولن هو ينصب أكثر في درس العدد أكثر منه في التمييز، ولكن لا بأس أن نتوقف عنده، موجود في الدرس هو هذا إن كنتم تشاهدون معي. في القاعدة العامة حسب هذا المعطى، العدد واحد واثنان يقال على أن ليس لهما تمييز، بل العدد أو الاسم الذي يأتي بعد العدد واحد واثنان يعرب نعتاً. واضح؟ ولدينا مثال، وهذا المثال أو هذا المعطى أيضاً نتحدث فيه عن المطابقة والمخالفة من حيث التذكير والتأنيت بين العدد والمعدود. اتفقنا؟ فكيف ما كان الحال؟ إذا كان العدد واحد واثنان فهما يطابقان على مستوى التذكير والتأنيث المعدود، يعني نحن هنا نتحدث عن درس العدد. واضح؟ ثم بالنسبة للأعداد من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فكيف يكون المعدود معها؟ هل يكون مفردا أو جمعا؟ واضح؟ أنا هنا أوردت هذا المثال لأنه من القرآن الكريم وليس هناك أي أمثلة أرقى أو أصفى من القرآن الكريم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ليال وأيام جاءت مكسورة مجرورة. واضح؟ وبالنسبة للعلاقة بينها على مستوى التذكير والتأنيث فهي علاقة تخالف، لأن 7 مذكر وليال مؤنث، 8 مؤنث يوم مذكر. واضح؟ بالنسبة للعدد 10 تمييزها يكون دائما جمعا مجرورا، يكون جمعها أو عفوا تمييزها جمعا مجرورا، وهي تتميز بحالة بأنها ترد على حالتين، تخالف المعدود في التذكير والتأنيث إذا كانت مفردة،
تخالف المعدود في التذكير والتأنيث إذا كانت مفردة، فكفارة إطعام عشرين، واضح؟ وتوافق المعدود إذا كانت مركبة، يعني من 11 إلى 19. قل فآتوا بعشر صور مثله، هذا دائما في المثال خاص بماذا؟ التوافق. إذن لاحظوا أن عشرة الأولى مع كلمة مساكين مسكين مذكر، وفي المثال الثاني لدينا صور جمع صورة مؤنث، وقلنا على أن التاء ليست هي الدليل على تذكير أو تأنيث العدد عشرة. أين يتمثل تذكير عدد عشرة وتأنيثه على مستوى حرف؟ حركة الشين. حركة الشين بين السكون وبين الفتحة، يجب أن تذكرها دائما. أما التاء فلا علاقة لها بالتذكير والتأنيث هنا، واضح؟ إذن الأولى جاءت مؤنثة لأن تمييزها مذكر، والثانية مذكرة لأن تمييزها مؤنث، فالعبرة بالمفرد وهو صورة، صورة مؤنثة، فجاء العدد مذكرا، واضح؟ إذن الأعداد من 11 إلى 19 تمييزها يأتي مفردا منصوبا، تمييزها يأتي مفردا منصوبا كما قلنا سابقا في شرحنا للدرس، تبنى على فتح الجزئين في محل حسب موقعها في الجملة، يعني نتحدث هنا عن إعراب العدد، يبنى على فتح الجزئين في محل ما عدا العدد 12 استثنيناه، لماذا؟ من يذكرني بالقاعدة لأرى إن كنتم لازلتم تتذكرون باستثناء العدد 12، ما هو إعراب 12؟ ماذا قلنا عن 12؟ من يتذكر؟ العدد 2 ملحق بإعراب المثنى، العدد 2 ملحق بإعراب المثنى، وكيف يعرب المثنى؟ قاعدة تعلمتموها في الابتدائي، يرفع يجر بالألف، يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. أما عشرة مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، تذكروا هذه القاعدة جيدا. العدد 12 الجزء الأول يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ثم بالنسبة للجزء الثاني عشرة مبني على الفتح في ليس له محل من الإعراب، واضح؟ بالنسبة للأعداد، بالنسبة للأعداد من 20 إلى 90، محايدة تبقى لا يعني لا يتأثر لا بالتأنيث. لاحظوا أننا هنا ملنا ميلانا كاملا نحو درس العدد، لأن درس العدد ودرس التمييز متقاطعان، وأردنا مثال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، فأربعين تعرب مفعولا ثانيا لوعدنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ثم لدينا الأعداد المفردة من المئة والألف والمليون،
تمييز بالنسبة للألفاظ العقود تمييزها يكون مفردا منصوبا بالنسبة للألفاظ العقود 40 ليلة ليس جمعا بل هو يكون مفردا ومنصوبا. ثم بالنسبة للأعداد 100 ألف ومليون فتمييزها يكون مفردا مجرورا. هناك بعض الكتب تستثني من التمييز كل تمييز مجرور لأنهم يقولون على أن التمييز يرد دائما منصوبا في بعض الكتب، واضح. ولكن المقرر لدينا اعتمد قواعد متعددة، اعتمد الجر بالإضافة واعتمد الجر بمن، فبالتالي لدينا حالتي إعراب للتمييز وهي النصب والجر، واضح. بالنسبة للمثال الأخير كيف تكون هذه الأمثلة؟ تظل هذه الأمثلة دل على الأعداد المفردة على حالها، لا تتأثر كذلك لا بالتذكير ولا بالتأنيت. وكيف يكون يعني كمثال أو كأمثلة لها على التمييز؟ مثلا فأماته الله 100 عام ثم بعثه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. فكلمة سنة مؤنث وكلمة عام أو لفظ عام مذكر، فهل تغيرت المئة والألف؟ لم تتغير، واضح. فمئة ظرف زمان يدخل ضمن الأعداد لأننا نقوم بتعداد، وتمييزها هو عام مضاف إليه مجرورة كذلك بالكاف حرف الكاف يعني حرف جر، وسنتمييزها مجرور بالإضافة، واضح إلى حدود ساعة؟ نعم نعم أستاذة. طيب إذن هناك نكون يعني توقفنا عند الحالة الإعرابية المختلفة للتمييز، ومع أي عدد يرد منصوبا مع أي عدد يرد مجرورا، وما هي الحالات التي تكون عليها أيضا في طبيعة العلاقة بين المميز بين يعني عفوا التمييز وبين المميز، نعم يعني على مستوى التذكير والتأنيث، هل هي مطابقة، هل هي اختلاف إلى غير ذلك. الآن سنمر إلى تمييز الجملة. وتمييز الجملة يكون محولاً أو غير محول، ينقسم إلى قسمين محول أو غير محول. والمحول ينقسم بدوره إلى تات، عفوا إلى أربعة. تمييز محول عن الفاعل كقولنا اشتعل الرأس شيبا، ما هو تقدير هذه الجملة؟ من يعطيني تقدير هذه الجملة؟ الأصل فيها؟ نعم مروة؟ زهير؟ اشتعل لا اشتعل شيبو لا هل يمكنك أن تمييز الجملة؟ تابعي صحيح الجملة، تابعي اشتعل شيبو لا شيء اشتعل شيب الرأس. جيبنا شي كلمة خارج المثال، تحتفظين بنفس المثال ولكن تتغير مواقع الكلمات، تتغير مواقعها فبالتالي تعود إلى أصلها في بنائها الإعرابي. فإذا قلنا اشتعل شيب الرأس فكلمة شيبا تتغير من تمييز إلى ماذا؟ إلى فاعل.
واضح؟ فحين نقول اشتعل، الأصل في الجملة إذا أردنا أن نخاطب شخصاً دون أن نخاطبه بهذه الطريقة، يعني بتغيير يعني أماكن الكلمات وغير ذلك، بطريقة عادية نقول اشتعل شيب الرأس، انتشر. واضح؟ إذا أردنا أن نبتعد عن الصور البلاغية، إذا أردنا أن نبتعد عن يعني المحسنات البديعية وغيرها من الألفاظ أو العبارات التي قد تكون يعني فيها نوع من التلاعب بالكلمات بين التقديم والتأخير، التي نجدها في الشعر ونجدها أيضا في بلاغة القرآن الكريم. واضح؟ فنقول أن اشتعل شيب الرأس، بمعنى أنه كثر وانتشر، انتشر الشيب في الرأس، فانتشر أو اشتعل فعل، الشيب هنا يكون دائما محلها هو فاعل، الرأسي مفعول به. واضح؟ إذن هنا تقديرها اشتعل شيب الرأسي. الكل منتبه معي؟ ثم دائما على مستوى التمييز، المحول النوع الثاني محول عن المفعول، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. لاحظوا معي، فجرنا فعل وفاعل، واضح؟ فما هو الأصل في هذه الجملة؟ ما هو تقديرها؟ تفجرنا عيون الأرض. أمنية. تفجرنا عيون الأرض. فجرنا عيون الأرض. صحيح، وفجرنا عيون الأرض. فهمنا الآن؟ لا بد أن نعيد الجملة إلى أصلها، أن نغير واقع الكلمات لكي تكون الجملة جملة عادية، فبالتالي نفهم كيف تحول أو عما تحول هذا التمييز، هل تحول عن فاعل أو تحول عن أو هل هو محول عن مفعول. ثم الآن سنرى نوعا آخر من التمييز المحول، دائما من خلال القرآن الكريم آيات قرآنية وردت فيها هذه الأمثلة، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما هو تقدير هذه الجملة؟ ونحن نعلم على أنها تمييز ما بعد اسم التفضيل، فهو يكون بمعنى أنه محول عن المبتدأ. يعني ستكون لدينا أول شيء جملة اسمية، من يعطينا مثال أو من يعطينا جواب؟ جملة اسمية مبتدأ. أنا أكثر مالا وأعز نقرا منك. نفرا، لنا نفرا، هذه كفاء وليست قاف. نفرا مكتوب عندكم قاف، هل هي كفاء؟ وأعز منك نفرا، وأعز نفرا، أعز نفرا، نفرا. لدينا ابتسام حين أجبتي. نعم. ليش قلتي أنا هي المبتدأ؟ المال والنفر، المال أكثر. لماذا؟ لأن التمييز هو مالا ونفرا، دائما نركز على الكلمات مالا نفرا، فبالتالي هاتين الكلمتين سأعيدهما إلى مبتدأ،
أو سأصيغهما على شكل مبتدأ، فتعطينا جملة مالي أكثر منك. مالي أكثر منك، وعزي أو نفري أعز منك. نفري أي العدد الذين تحت سلطته أكثر منه وأعز أكثر عزة منه، واضح؟ إذن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هي تمييز جاء بعد اسم التفضيل محول عن المبتدأ. فلدينا مثال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تقديرها مالي أكثر منك و نفري أعز منك، واضح؟ ثم لدينا تمييز محول ما بعد التعجب، وأعطينا مثال: ما أعظم عليا خلقا وأكرم بمحمد نسبا. ما هو تقديرها؟ زهر، يمكنك أن تعيد الجملة؟ ما أعظم عليا خلقا. وأكرم بمحمد نسبا. ما أعظم خلق علي. إيه، أحسنتي. وأكرم نسب محمد. مهم، الأولى عرفت، الثانية ما عرفتش. أكرم بنسب محمد، ما أكرم نسب محمد، على نفس الصيغة، على نفس المنوال، لأن هذه الواو هي واو عطف، لكي لا نعيد الميم الخاصة بالتعجب عوضناها بالواو هنا. فبالتالي نقول: ما أعظم خلق علي، وما أكرم نسب محمد. واضح إلى حدود الساعة؟ سلام. نعم ابتسام. هناك يعطونا شي سؤال عنده علاقة بهذا الشيء؟ اللغة العربية الفصحى نحن في تسجيل. هل نحن هل يعطوننا سؤال له علاقة بهذا هذه الفقرة؟ السؤال قد يأتي في مثال ويقال لك: استخرجي التمييز في هذه الجملة وبيني نوعه، أو يعني ما هو تقديره، ما هو الأصل، هل هو محول عن فاعل، هل هو محول عن مفعول. ولا بد حين تقولين أو حين تجيبين على أنه محول عن فاعل أو مفعول أو محول عن مبتدأ أو تمييز جاء بعد التعجب، فأنت مطالبة بإعطاء تقدير. ما هو تقديره فقط؟ إذا فهمت المثال تستطيعين استخراج تقدير. ومع التدريب طبعا، ومع التمارين ومع التدريب يسهل يعني التوصل إلى الجواب. واضح ابتسام؟ سلام. إذن الآن سنمر إلى أحكام تمييز العدد، وهي ربما رأيناها قبل قليل. كيف يكون تمييز العدد؟ الأحكام هنا طبيعة العلاقة، يذكرني مع المذكر ويؤنثني مع المؤنث، سواء أكان مفردين، مثلا عندي كتاب واحد، أو عندي كتابان اثنان فهما مفردين
أو مركبين مع العدد عشرة، مثل عندي 11 كتابا، عندي 11 قصة. فهمنا دائما لدينا تطابق على مستوى التذكير والتأنيث. عندي على مستوى المعطوف عندي 21 كتابا، عندي 21 عندي 21 قصة. أما الأعداد من 3 إلى 9 فهي تخالف المعدود. ربما هذه المعطيات ذكرناها قبل قليل سنمر عليها، ولكن إذا كان هناك أي إشكال نتوقف عندها. فالأعداد من 3 إلى 9 قلنا على أنها تخالف المعدود، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. مثاله إذا كانت مفردة، مثلا كقولنا صمت 3 أيام، قمت 3 ليال، ثم إذا كانت مركبة مع العدد 10، مثل لا تظهر لي الجملة فأمر إلى اللحظة. صمت 15 يوما، ثم دائما مع الأعداد المركبة قمت خمس عشرة ليلة. هناك خطأ مطبعي سنحاول يعني تصحيحه. خمسة ليس خمسا، خمس عشرة ليلة، خمس عشرة ليلة، واضح. بالنسبة للمعطوف قمت 29 يوما، قمت 29 ليلة، تقبل الله منا ومنكم. واضح إلى حدود الساعة؟ من لديه أي إشكال؟ على مستوى طبيعة العلاقة بين العدد والمعدود على مستوى التذكير والتأنيث؟ واضح أستاذ. جيد، نتمنى ذلك. بالنسبة للعدد 10 قلنا أن لديه حالة استثنائية أو حالة خاصة. إن استعمل مفرداً أي غير مركب فهو يخالف المعدود، يعني يأخذ نفس الأحكام الخاصة بالأعداد من 3 إلى 9، يندرج معها إذا كان مفرداً. فبالتالي هؤلاء 10 طلاب وعشر طالبات. لاحظوا على أن إذا كان العدد المعدود مذكر فإن العدد يكون مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث فإن العدد سيكون مذكرا. أما إذا كان مركبا يعني مع الأعداد من 11 إلى 19 كمثال 14 طالبا و 14 طالبة.
بالنسبة لي ألفاظ العقل من 20 إلى 90 فإنها تلزم صورة واحدة للمذكر وللمؤنث، يعني لا تتغير سواء كان المعدود معها مذكرا أو مؤنثا. حفظت 30 صورة، حفظت 30 حديثا، فهي لا تتغير. كلمة صورة هنا مؤنثة وحديث مذكر، فكلمة 30 بقيت على حالها لم تتغير. الألف والمئة ومضاعفاتهم ومضاعفاتهما، فهي أيضا تلزم صورة واحدة للمذكر والمؤنث. في المكتبة 100 مجلد و100 مجلة، في المدرسة 1000 طالب و1000 طالبة، فإنها لا تتغير. إذا الآن سنمر إلى إعراب تمييز العدد كأمثلة. تظهر لكم الشاشة؟ نعم. ما الذي يظهر في الشاشة الآن؟ الآن بيضاء. إعراب تمييز العدد. إعراب تمييز العدد. نعم. إذن سأعطيكم جمل معينة شفوية وتجيبون. مثلا التمييز مع هذه الأعداد كيف يعرب؟ إذا قلت مثلا حضر المؤتمر 10 أطباء و9 طبيبات، ما هو إعراب التمييز هنا؟ كم تمييز لدينا أولا؟ 2. نعم، إذا ما هو إعرابهما؟ نعم فاعل. عفوا، مروة سوش نعربو تمييز. نعم، الطب فاعل. حضر المؤتمر 10 أطباء فاعل، مضاف إليه ابتسام. الفاعل يكون دائما وراء الفعل. الفاعل يكون دائما مرفوعا. مرفوعا، مر عليك. وأطباء هنا مجرورة. مجرورة يعني فاعل بشكل نهائي. ليس هناك أي قاعدة تقول على أنه يمكن للفاعل يأتي مجرورا بشكل نهائي. الفاعل يكون دائما مرفوع وانتهى الكلام. فكلمة أطباء هنا سدى مضاف إليه، مجرورة مضاف إليه بالإضافة، صحيح.
مجرور بالإضافة. تمييز مجرور بالإضافة. تمييز مجرور بالإضافة. إذا قلنا مثلا في الطائرة 65 رجلا وخمسون امرأة وثلاثة عشر طفلا. هنالك ثلاث تمييزات. ثلاث ألفاظ جاءت على أنها تمييز. لدينا كلمة رجلا، امرأة، طفلا. ما إعرابها؟ منصوب. مروان، جاءت منصوبة سادة. نعم. منصوبة. تمييز رجل، لدينا رجلا وامرأة وطفلا، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ نعم. أقول مثلا تصدقت بألف درهم وتصدق أخي بمئة درهم. هنالك تمييزان. أو تصدقت أختي بمئة درهم. مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة. مضاف، نعم، درهم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. صحيح. إذن الجدول هو كالتالي من أجل الإجابات. أتمنى أن يكون واضحا لديكم. واضح. واضح. إذن إذا كان لديكم أي سؤال أو أي مثال تقرونه بدراسته فيما تبقى من الوقت. هل لديكم أي مثال تقترحونه لدراسته أو وجدتم فيه صعوبة مثلا؟ سيدة عندي سؤال. في درس التمييز؟ نعم، درس العدد. لازلنا لم نمر إلى درس العدد، سنفصل الحديث عن درس العدد في الحصة الموالية. يعني لكي لا نخلط بين الأمور. ولكن لا بأس. ما هو السؤال؟ أستاذة، هنالك متى نضع 20 ومتى نضع 20؟ حسب موقعها في الجملة، لأنها تعرب إعراب جمع المذكر سالم ابتسام. 20 مرفوعة بالواو، وعشرين إما أن تكون في محل نصب أو محل جر، لأنها تنصب وتجري لأنها ملحقة بجمع المذكر سالم. حسب الموقع في الجملة، الموقع في الجملة هو الذي يحدد. نعم. واضح؟ سلام. هل لديكم أي سؤال؟ أو زيادة في التوضيح؟ نعم. بالنسبة إلى التمييز غير محول، هل يمكنك أن تعطينا مثالاً على مثالاً للتمييز غير محول؟ لحظة.
مثلا بالنسبة للمقرر لديكم امتلأ القلب سرورا. هذا محول أو غير محول؟ غير محول. امتلأ القلب سرورا. لا محول. هل هو محول أو غير محول؟ غير محول. سيدة ممكن سيدة نقول امتلأ سرور القلبي وهذا يكون محول عن فاعل. ولكن الجملة هذا تمييز محول، ولكن بالنسبة لغير محول حين نقول مثلا نعم عالما زيد، ربما لم أدرج المثال المحول في الدرس، هذا يعني سهو فقط. نعمة عالما زيد، فهذا تمييز غير محول، يمكنكم إضافته في سجل المعطيات. التمييز غير محول يكون دائما وراءه هو عفوا، التمييز غير محول يكون غالبا وراءه أداة المدح كنيمة و نعم. نعم عالما زيد بئس جاهلا عمرو مثلا، بئس ونعمة ألفاظ الدم والمدح. ده دائما ذكر القوم. الأمثلة الواردة في المراجع كلها تتطابق على هذه الشاكلة. واضح؟ ربما سنجد في الأمثلة التطبيقية فيما بعد يعني نماذج أخرى ونضيفها في حينها. إذن إلى حدود الساعة لدينا كل المعطيات المتعلقة بالتمييز. هل هناك أي إشكال آخر؟ أي إشكال؟ إذا كل شيء واضح. إذن بالنسبة لدرس التمييز إلى حدود الساعة ليس لديكم أي إشكال، إلا يعني إذا صادفنا مثلا في سؤال معين أي غموض فنتوقف في حينه بإذن الله. اتفقنا؟ نعم. نعم. إذن أشكركم على انتباهكم. راجعوا درس علوم اللغة الخاص بالعدد الحصة الموالية، سنحاول إدراج درس العدد إذا تبقى لنا وقت، يعني ممكن أن نشتغل على توسيع فكرة. واضح؟ سنحاول أن يعني ندرس أو نقوم بمراجعة درس العدد ومراجعة درس توسيع فكرة بإذن الله تعالى. شكرا أستاذة. عفوا، أتمنى لكم أوقاتا طيبة، كونوا بألف خير. شكرا مستر.